وقد ورد في قصة توبة مالك بن دينار وهو من الصالحين الأبرار أنه كان في بادئ أمره مسرفاً على نفسه يشرب الخمر، ثم تاب توبة نصوحة وحسنت توبته وجد حتى صار من كبار أولياء الله. فلما سئل عن سبب توبته قال: كان لي بنت صغيرة وكنت أحبها كثيراً، وكنت كلما صببت كأس الخمر تقدمت وأهرقته على ثيابي، ولا يزيدني ذلك إلا تعلقاً وحباً بها. فلما بلغت من العمر سنتين ماتت، فحزنت عليها حزناً شديداً، وبت ليلتي ثملاً حتى إني لم أصلي العشاء، فرأيت في المنام أن القيامة قد قامت، وأن الناس قد قاموا من قبورهم شاخصين منتظرين أمر ربهم، وكنت أنا بينهم، فنظرت فإذا بتنين، أي مثل الثعبان الكبير، يطاردني، فهربت منه وهو يطاردني، فوصلت إلى إنسان يبدو عليه الصلاح يلبس ثياباً بيضاً، قلت له: بالله عليك أنقذني من ذلك التنين، فقال: لا طاقة لي عليه، والتنين يطاردني. فذهبت إلى مرتفع فوصلت إليه فنظرت فإذا بي أرى النار، كاد قلبي يسقط من محله. ثم سمعت هاتفاً يقول: ارجع أنت لست من أهلها. قال: فرجعت إلى ذاك الرجل الصالح، قلت له: أقسمت عليك بالله إلا ما أنقذتني من ذلك التنين. قال له: لا طاقة لي عليه، ولكن اذهب إلى ذاك المكان فإن هناك ودائع المسلمين، أي الأطفال الذين ماتوا دون البلوغ، علك تجد من يشفع لك. قال: فذهبت إلى هناك، فبدا لي كما القصر وأبواب، ثم فتحت الأبواب فرأيت أولاد المسلمين والتنين يقترب مني، وإذا بولد يصرخ وينادي: هل بينكم من ينقذ هذا المسكين؟ قال: فتقدمت بنت فإذا هي ابنتي، فاقتربت مني حتى جلست في حضني، ثم أشارت بيدها إلى التنين فعاد من حيث أتى، ثم نظرت إلي وقالت: يا أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فصار يبكي. قال لها: يا بنيتي، أو تعرفون القرآن؟ قالت: والله ما أنتم بأعرف به منا. قال لها: يا ابنتي، من كان ذاك التنين؟ قالت: ذاك عملك السيء، قد قويته حتى تغلب على عملك الصالح، وهو ذاك الرجل الصالح. قال: فاستيقظت من نومي تائباً إلى الله عز وجل، وصار يجد في العبادة حتى صار من كبار أولياء الله عز وجل. يا أحبابنا، هذا الولي الصالح الله أراه هذه الرؤيا لتكون سبباً لهدايته، وأنت قد لا ترى رؤيا، قد تستمر على عملك السيء إلى أن تموت على عمل سيء، لا تنتظر رؤيا تراها، ولا تنتظر إشارة تأتيك حتى تتوب إلى الله عز وجل. تب إلى الله من الآن، واعلم أن الموت يطلبك، فإياك أن تكون ممن يطلبون الدنيا وأنت تعلم أن الموت يطلبك. وقد قيل: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس ترغب في الدنيا وهي تعلم بأن الزهادة فيها ترك ما فيها، فاغرس أصول التقى ما دمت حيا،
واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. إن كنت راجيه بالليل داعيه، إن كنت راجيه بالليل داعيه، عجبا عبيد.